عن اللي صار البارحة في أربيل. اسمع، 8 صواريخ باليستية توقد أربيل عن بكرة أبيها، والمسؤول عن الهجوم هو الحرس الثوري الإيراني. الصواريخ انطلقت من كرمنشاه الإيرانية والأهواز، ورصدتها كاميرات مواطنين في البصرة. استخدم الحرس الثوري صواريخ فاتح 110، واستهدف بها أماكن قال عنها الحرس في بيان تبني العملية هي استهداف للتجمعات الإرهابية المناهضة لإيران، فيما أكدت مصادر. حلو، سمعتوه؟ من كرمنشاه انطلقت الصواريخ وشافوها ناس بالبصرة وصوروها، راح أطلع لكم، تمام؟ ووقعت على أربيل واستهدفت بيوت ومناطق مدنية، وراحوا بيها أطفال واستشهدوا بيها أطفال وكبار بالسن، واستشهد بيها مستثمر عراقي كردي، وراح أسولف لكم هذا المستثمر شو مسوي. طيني الفيديو اللي وراه، شوف باوع، شوف هنا، شغل الفيديو. باوع تشوف شلون انطلقت الصواريخ على أربيل؟ خلي يشوفون أصحاب السيادة، وينكم يا أصحاب السيادة؟ خلي يشوفون الزعماء. وبعد راح أطلع للعراقيين إنه شلون الصفحات الولائية تأيد هذا القصف على أربيل. اعطيني الفيديو اللي وراه. باوع وقعت. باوع تشوف هاي بمنطقة مدنية، لا قاعدة عسكرية ولا مقر موساد ولا مدري منو، منطقة مدنية. اعطيني الفيديو اللي وراه. اوقف، هذه دي آثار راح اشوف الناس واشوف هنا شلون دي يحجون من البصرة شلون شافوا الصواريخ من انطلقن. باوع شوف آثار الدمار، حمد صواريخ هذا، تشوف آثار الدمار علي. عن شو نزل؟ عين 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 عين. حاليا الساعة بيش هسه؟ بالـ12 إلا ربع. يا الله هاي الصواريخ اللي وقعت على أربيل. أنا أرد أسأل الحكومة العراقية، أرد أسأل محللين البول الإطاريين، وينكم؟ قابلين؟ هسه شو تقولون بينكم وبين نفسكم؟ شو تقولون؟ ايه؟ خلي تنقصوا في أربيل وخلي تموت الناس؟ لك غيرة ما عندكم، لك ناموس ما عندكم، لك شرف ما عندكم، بس قولوا لي شنو ذنب هاي الناس اللي استشهدت؟ شو مسوين؟ شوف راح اقول لكم شيء، الى كل واحد عراقي وشريف وعنده ناموس وغيرة، بس المو شريف ما لي علاقة بي، واللي يقبل على السيادة العراقية انه ينكح الحرس الثوري الايراني فاكيد راح يقبل على عرضه. خلونا نستنكر، يلا اطلعوا استنكروا، يلا جيب البيان مالتك واطلع نستنكر الهجوم على أربيل. ايه وبعدين استنكرت الهجوم على أربيل، استنكرت الهجوم على أنبار، استنكرت الهجوم على البصرة، وبعدين يعني شايف انت بس اشرح لك شيء، انت شايف من يجي واحد يضربك بالقندرة وتقول له ترى انا ما اقبل تضربني بالقندرة؟ هذا اللي دا يصير بين الحرس الثوري الايراني وبين الحكومة العراقية، هذا المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي انه الحرس الثوري الايراني ضرب الحكومة العراقية بالقندرة.